والله احنا جينا يعني انه طلعنا بهالاوضاع، الحمد لله طلعنا قبل هالاوضاع. صار لي هون هلا صار لي سنتين، انا كنت الاولى بالمدرسه، فانا تعلمت اشياء كثير وهلا لساتهم ببالي، فانا هون حبيت هيك اعلمهم. بعلمهم علوم، رياضيات، انجليش، يعني اي كل الاشياء. عم درسهم اللي انا قدرانه عليهم. حابه ادرسهم لانه اخذ عند رب العالمين حسنه وليتعلموا حسب انه الدرس بدي اعطيهم اياه على قده، على اساس انه اعطيهم املاء، بس ما في دفاتر، اعطيهم املاء وظيفه. كنا قاعدين احنا هون بخيمه بس يعني انه تدلف علينا وهيك شغلات، فهلا انا عم بعلمهم، ما بدي اروح عليهم هون. جمعه وسبت عم عطل عندهم. انا متذكره اللي بسوريا، اللي بسوريا بقى علمتهم. عم بعلمهم انه تسميع، ما في دفاتر واقلام لحتى يكتبوا يتعلموا، ما في. بس اليومين ما عم درسهم انه كله وحل. انا مريضه بس قلت بدي اقوي حالي حتى ادرسهم، وبدي نسيهم هموم يعني انه اللي ميت لهم واللي هيك. بدون يقعدوا عليهم. انس جيت على لبنان يعني من سنتين وشهرين، جيت انا واولاد بنتي واولاد ابني، نحن سبع اولاد يعني وبنت. استشهدوا ابهاتهم، عايش الصليب الاحمر بساعدنا بهي كرتونه غذائيه، ويعني والصدقه كمان بقى هذا صاحب المخيم كثير يعني هيك لنا عنايه خاصه من طرفه لانه ايتام. الاولاد عاملين نموذج مدرسه يعني بيجوا عليها بيتعلموا، يعني بمثلوا انه في مدرسه يعني بتعلموا هالكلمتين من بنت هيك عم تطلع على الصغار يعني.